هذا وأكد المدرب المغربي لشباب الوزداد بادو الزاكي في ندوة صحفية اليوم بمقر النادي أن أحسن سيناريو هو أن يقود شباب الوزداد إلى التتويج بكأس الجمهورية في آخر مباراة له، مبرزا أن تاريخ الشباب كبير حتى قبل قدومه، مبرزا بأن التتويج سيكون منصفا لمجهودات الجميع. أحسن سيناريو هو داكشي اللي وعدت به وفيت به، تنظن هادشي اللي جا سي تان بليس، وهاد لو بليس جا بفضل اللاعبين وفضل المجهودات ديال جميع الفعاليات. فتنظن لان السير بي لا عندها تاريخ ماشي بوجود الزاكي، السير بي فهي دات سته ديال الالقاب، عندها بطولات بدون الزاكي. الان الزاكي جا فواحد الفتره اللي هي صعيبه، وفضل مجهودات ديال جميع الفعاليات ديال السير بي، لا من ستاف لا من اداره لا من اللاعبين لا من الجمهور، استطعنا باش نرجعوا السير بي للسكه تاعو الصحيحه او المكانه اللي كيستحق. لهذا بالنسبه لي انا كنتمنى نخرج رغم المهمه فهي كملت على 100%، كنتمنى نخرج بالتدويج اللي غادي ينصفنا وينصف اللاعبين ديالي على التضحيات والمجهودات اللي داروها طيله الموسم.